في المشهد الثقافي إقبال كبير على أجنحة المعرض الوطني للكتاب في طبعته الثامنة خاصة من قبل فئة الأطفال، تقول فضيلة مختار يوسفي. حب المطالعة والاكتشاف دفع بهؤلاء الأطفال إلى بهو قصر المعارض للبحث عن المعرفة والعلم بين صفحات الكتب. في أماكن جاء أنا نحب المكتبة تزور، كل من جزء المكتبة نحب في أمور لها، ما هو يدخل عين دخل أنا مكتبة كشي القراءات كشي تغذي المخ. إذن الكتب مثلا زعما هادية مثل مثلا الحيوانات والطيور نتعرف. نحب كتب تاع التاريخ، على هذا جيت هنا وشريت كتاب تاع عبد الحميد بن مبادس وبشنو ساتا ثقافتي ولمها، شريت كتاب تاع الكود دي لاغوت. الصالون تميز بتنوع الكتب المعروضة والتي تناولت مختلف المواضيع والمناهل المعرفية، أين وجد فيها الطفل ظلته؟ أنا عاشقة واحد الفرنسية، جيت لهنا باش نشري كتب بالفرنسية باش نتعلم إن شاء الله برك نكون شغال. كاين بزاف لي شوا تاع الكتب تاع لي مات، ما صبتوش نخير ليكزامان قريب وإن شاء الله نسلم. أنا شريت كتب تاع ثقافة خاطرش نحب بزاف المعرفة والاكتشاف. الصالون تخللته محاضرات حول الكتاب الشخصيات التاريخية بالإضافة إلى نشاطات ترفيهية خاصة بالأطفال.